رسميا ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية الثامنة في مسيرته على الموسم 2022-2023، لكن السؤال هون، هل يستحق ميسي الفوز بجائزة الكرة الذهبية أم أنه تم سرقتها من إيرني كانان؟ ذكرني بعض الدول اللي بنعرفها تيجي بتسرق أرضك وبتحكي لك هذا صار بيتي. عشان أجاوبك عزيزي المشاهد على هذا السؤال، لازم أشرح لك شو المعايير اللي بيتم على أساس اختيار جائزة الكرة الذهبية. سجل عندك المعايير: أولا بيتم التصويت حسب الأداء الفردي، ثانيا بيتم التصويت حسب الألقاب الجماعية، ثالثا والأهم بيتم التصويت عبر صحفيين متخصصين رياضيين بالبالغ عددهم تقريبا 100 صحفي. طيب تمام ممتاز، بعد ما عرفنا المعايير لازم نعرف شو كل لاعب أدى هذا الموسم. نبلش بميسي، حقق كأس العالم وقدم أداء فردي في هاي النسخة مش طبيعي، وهذا هو السبب الرئيسي لأنه يفوز بالكرة الذهبية. أما على الفايكنج إيرلينغ كانت فاز بدور الأبطال وكان هداف دوري إنجليزي وأخذ جائزة أفضل لاعب بأوروبا. لكن عزيزي المشاهد، طالما نحن بنحكي على الكرة الذهبية لازم أذكرك بحالة غريبة صارت بالكرة الذهبية. عام 2010 فاز إنييستا وتشافي بكأس العالم مع منتخب إسبانيا أمام هولندا، وكان المرشحين أبرز لتحقيق الكرة الذهبية إنييستا وتشافي بحكم أنهم فازوا بكأس العالم. لكن رغم هيك ميسي حقق الكرة الذهبية، والناس استغربت كيف ميسي بياخذ الكرة الذهبية وفي إنييستا وتشافي حققوا كأس العالم. بقدر أرد عليك وأحكي لك إنه الجائزة بيتم فيها التصويت عبر الصحفيين، وأحيانا الصحافة بتكون منحازة وبتحاول تخفي الحقائق وتبين إنه هم من الصح ونحن الغلط، يعني بيحاولوا يخفوا الرواية الأصلية بشكل عام. وركز هون بكلامي، أنا ما بقصد حقية ميسي بالكرة الذهبية ولا، أنا بحكي عن إشي تاني أكبر. يا ريت تكون رسالتي وصلت وتكون أنت فهمت عزيزي المتابع شو مقصدي من الحكي هذا.